هلا فقرتنا الأخيرة مع السينما وللفن السابع، نكهة خاصة بنجدران قلعة دمشق التي تشهد أيام مهرجان القلعة للسينما الطلابية الذي يقيمه المعهد التقني للفنون التطبيقية بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما برعاية وزارة الثقافة. والحديث بشكل موسع حول الموضوع نرحب بالأستاذ وضاع سلامة، مدير المعهد التقني للفنون التطبيقية ومدير مهرجان القلعة للسينما الطلابية. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحكم. يا اهلا وسهلا. يسعد صباحك. يعني عم نحكي عن مهرجان القلعه بظل ظروف استثنائيه، اول شيء كيف بدات الفكره وكيف بهي الظروف يعني هيك طلعت للضوء؟ اكيد نحن بمعهدنا معهد تقني الفنون التطبيقيه في عندنا ضمن المعهد في اقسام، ضمن الاقسام في قسم التصوير الضوئي. بهذا القسم نحن بندرس طلابنا لمده سنتين، وطلابنا بيتخرجوا بافلام خاصه فيهم، طبعا بيصير في كادر تدريسي بيدرس هذا الموضوع وبيخرجوا افلامهم بالسنه الثانيه. انطلقت الفكره من ضمن المعهد بقسم التصوير، ممثله برئاسه القسم والاساتذه، انه ليش ما بنعمل نحن شيء له علاقه بمهرجان سينما بخص الطلاب، بأسوة بمهرجان سينما شباب، أسوة بمهرجان مؤسسة العامة للسينما اللي بيصير سنويا. فانطرحت الفكرة وانطرح الموضوع، لقى إقبال كثير جيد بالمعهد. طرحنا الموضوع على الوزارة، طبعا بما أنه نحن ضمن كادر وزارة الثقافة، لقى قبول وتشجيع كثير من السيدة الوزيرة وانطلقت الفكرة من هون. عملنا صفحة خاصة لنا وصرنا نراسل جامعات ومعاهد بتشبهنا برا، يعني بدول تانية برا. لقينا كثير في تشجيع لهذا الموضوع، اقبال كثير كبير، اجانا افلام تقريبا بحدود 70 فيلم من دول اجنبيه، من دول عربيه ومن داخل سوريا طبعا. استمر الموضوع لحتى لي شكلنا الفكره الكامله عن الافلام كلياتها، وبالمؤسسه العامه للسينما كان في تعاون كثير كبير، شكلت لجنه تحكيم ولجنه مشاهده، هدول اللجان شافوا الافلام كلياتهم اللي وصلتنا على الايميلات تبعهم وتحكمت وتشاهدت ونشاف انه المناسب للعرض، وتم القبول لتقريبا 40 فيلم مشارك معنا من 14 دولة من برا اجنبية وعربية، وفي عندنا تقريبا بحدود ال 22 فيلم داخل سوريا من طلاب دبلوم تأهيل بالمؤسسة العامة للسينما ومن طلابنا اللي هن خريجين معهد تقني الفنون التطبيقية، وتم التجهيز للمهرجان وصار الافتتاح يوم الاحد بقلعه دمشق. اكيد حنتابع حديثنا معك، بس هلا بدنا نتابع مشاهد من حفل الافتتاح. اكيد تمام. De que fuéramos después al Cartier Latin. ¿Te acuerdas? A París. Es tu gran oportunidad para darte a conocer. Pero necesitaríamos. Bueno. Unos cuantos bocetos más, una obra. يعني مثل ما تابعنا استاذ وضاح، يمكن هالمهرجان كثير مهم بالنسبه للطلاب اللي بذلوا قصارى جهدهم من خلال طبعا أكيد. السنوات اللي قضوها. خلينا نحكي شوي اليوم عن سويه هي الافلام، عن العدد التقريبي. حكيت شوي يمكن كم معلومه عن العدد، بس خلينا نحكي عن السويه، كيف كان وقد ايه مهم للطلاب هذا الشيء؟ لأكيد هو أهمية المهرجان، خلينا نحكي بشكل دقيق، هو لأول مرة بيصير بسوريا. وسوريا نحن كلنا بنعرف أنه هي طاقة إبداع
طاقة يعني شبابية. تمام، يعني شبابنا كلهم مبدعين، وجيلنا اللي عم يطلع كل سنة احنا بنستقبل طلاب، عم نتفاجأ انه في كتير تسوية عالية بالتفكير. فهذا الموضوع كتير ساعد لأنه ينجح المهرجان، بما أنه هو أول مرة بيصير بالبلد وهو طلابي، يعني نحن حصرنا أنه هو سينما طلابية وفي اختصاص موجود بهذا، ليش ما يكون في لهذا الجيل شيء مجال يشتغلوا فيه وخاصة بالفن السابع. هلا نحن كان السوية نوع الأفلام تقريبا كانت دراما اجتماعي إنساني، يعني تقريبا هيك كانت الأغلب، ولجنة التحكيم كانت على مستوى عالي جدا، يعني هن مؤسسة عامة للسينما، يعني أسماء أكيد تعرفوها مثل الأستاذ أيمن زيدان رئيس لجنة التحكيم كان، وفي معه الأستاذ مهند كلثوم، أستاذ علي العقباني، أستاذ حسام وهب، كلهم موجودين هدول، يعني كان في يعني رؤية خاصة للأفلام انتقوها بشكل كتير دقيق وعالي جدا، لهيك بنلاحظ أنه المستوى كتير كان جيد جدا، ما بدي أقول والله كتير قارب ولكن جيد جدا، يعني بالنسبة للأفلام اللي انعرضت. صار بالنسبه لطلابنا هو بيفتح لهم افق، يعني نحن بالنسبه لنا طلابنا فتح لهم افق. عن جد اهميه المهرجانات للطلبه، هو هيك صار انه طلابنا هن طلاب بيدرسوا سنتين، فنحن شو لازم نعمل لهم لحتى نفتح لهم افق؟ لازم نعمل لهم حوار ثقافي مع جهات ثانيه، يعني تشتغل نفس الشغل هذا اللي عم يشتغلوه، فكان هذا الهدف الاساسي، هو عمليا راح ينزل على الساحه. نحن كلنا بنعرف انه السينما هي بتنقل واقع بخيال وابداع، فجيلنا هذا الموجود بالمعهد طلابنا قسم التصوير نحن اعطيناهم هي الفرصه لحتى يشوفوا تجارب اخرين، يحتكوا بثقافاتهم، يشوفوا كيف عم يحركوا الكاميرا، كيف عم يشوفوا اضاءه، كيف عم يطرحوا الدراما الموجوده، كيف او اي موضوع وثائقي او اي شيء عم ينتبهوا لانه كل تفصيل موجود ضمن الفيلم، لانه بنعرف انه في فيلم ضمن فيلم، يعني دائما في فيلم بنشوفه كلياتنا منتج بس، ولكن في اثناء التنفيذ بيكون كثير في مراحل لحتى ينتج الفيلم، هي نحن فدنا طلابنا فيها، طبعا هو الغايه انه نحن لحتى بكره بس يفوتوا على الساحه العمليه موجوده بالفن السابع يكونوا هن قادرين لينتجوا فيلم على سويه عاليه. نعم، طب خلينا نحكي اليوم كمان انتم مثلا هلا هالطلاب المتفوقين شو راح تقدموا لهم؟ هل في منح او دعم او ممكن يبصر اي مشروع يعني الضوء مع ناس عم هيك ذو خبره؟ الأكيد احتكاكنا مع الفنانين الموجودين اللي كانوا مشاركين معنا بتقلل الموجود يعني بقولوا الحياة فرص في البلد يعني. تمام، ممكن أي واحد من شبابنا يكون عنده فرصة مع هدول، لأنه إذا شاف أنه في عليه مثل ما بيقولوا ضوء، يعني أكيد راح ياخده ويستفيد منه بإخراج بفيلم بإضاءة، أكيد أكيد هذا الحكي. وبدي أكد على شغلي أنه سيدي الوزيرة كتير كانت متشجعة على المشروع، كانت داعمة لهذا المشروع، وهي هلأ عم تعطينا فرصة لقدام أنه نحن ما يكون واحد، لازم يكون اثنين وثلاثة وأربعة، بدعم كتير كبير، يعني بدعم كتير كبير عم تشجعنا لحتى نرفع المستوى أكثر. نحن بما أنه نحن بعدنا معهد تقالي فنون تطبيقية وعلى مستوى كتير، يعني فينا نقول ما عندنا إمكانيات عالية جدا نحن، ولكن ضمن الإمكانيات الموجودة قدرنا نعمل هذا المهرجان، أو على أهميته لقى قبول كتير قوي، وإن شاء الله لقدام أكيد وزارة الثقافة ما راح تقصر، راح تفتح مجال لحتى لهذا الجيل اللي نفذ مشاريعه يوصل لمستوى أعلى إن شاء الله. خلينا كمان نتعرف أكثر عن الأجواء، كيف كان التفاعل بين الطلبة والأساتذة، مثل مثلا الأستاذ أيمن زيدان بنوجه له تحية، ونحكي كمان عن أنشطتكم القادمة كالمعهد التقني للفنون التطبيقية، شو في عندكم شيء جديد؟ هلا نحن بالنسبة لنا أكيد ما لنا موقفين، نحن في بمعهدنا في أربع أقسام، في قسم التصوير الضوئي، في قسم النحت، قسم الخزف، قسم الخط العربي. هذول الأقسام هي نادرة تدرس بمعاهد تانية، معهدنا الوحيد بيدرسون حاليا، يعني هي الاختصاصات فريدة من نوعها بتعطي شهادة للطالب عنا. نحن أكيد مشاريعنا ما وقفت، في عنا مشاريع كتير، في عنا بكل الاختصاصات رح نشتغل نشاطاتنا طبعا. من فترة كان عنا ملتقى نحت لطلابنا، وكان في عنا ورشة رسم للطلاب كمان ضمن المعهد. لقدام في ورشات كتير حاطين مثل برنامج لأننا نحن طبعا ماشيين بالتراتب وراء بعضهم. علاقة الطلاب وقت ما كانوا عم يحتكوا مع هدول الأشخاص كانت كتير جميلة، يعني في نوع من التشجيع لأنه أول مرة بيشوفوا هاي الحالة ما كانت قبل، يعني شافوا كتير أنه شخص مهم مثلا يشوفوه بهذه الطريقة، كان كتير بالنسبة لهم. طيب والأساتذة كيف كان تعاملهم مع الطلبة؟ كيف كانت روح العمل؟ كتير كانت جميلة، يعني أنا التواضع الموجود جواتهم أعطانا روح رفاقية، بتحسي فيه أنه
اللي ما بيعرفوا بعضهم من زمان مو جديد يعني، في صار في اعطاء معلومات يعني بين بعضهم يعني أكيد. الاساتذه صاروا يعطوا معلومات للطلاب الموجودين يعني، حتى امبارح كان عندنا ندوه نحن كمان عن المهرجان، كان كثير في تفاعل بين الطلاب وبين المحاورين يعني، اسئله كانت قيمه والاعطاء كان قيم، معلومات مهمه جدا استفادوا منها طلابنا. نعم، شو خبرتهم لطلابك قبل العرض بهذا المهرجان؟ كان لك كلمات هيك يمكن نصائح اعطيتهم اياها؟ هلا هيك حبيت انه هن تخرجوا بقى عم يعملوا شيء عملي. اكيد نحن دائما يعني ككادر موجود ضمن المعهد، كادر كثير مهم، دائما في عندنا تشجيع لطلابنا، يعني نحن بنشجعهم لبعدين، اكيد معهدنا بيخرج جيل بيرفض الحركه التشكيليه موجود بالساحه بسوريا، بس نحن دائما كأساتذة ككادر تدريسي ككادر إداري دائما نعطي نفس لطلابنا أنه أنت مهم يعني، أنت موجود بهذا المكان مهم، ما انقبلت بالمعهد التقني الفنون التطبيقية من لا شيء، لأنه نحن دائما نأخذ الموهبة، معهدنا له مسابقة وبيأخذ مواهب بالفن، فأكيد ما نك سهل، أكيد أنت كتير مهم، أكيد أنت راح تعمل شيء لتاريخك يعني، أقل شيء كنا نحكي أنه أنت راح تعمل شيء لبعدين، ولو أنه هو ما انتشر عالميا أو ما انتشر محليا، بس أنت عم تعمل شيء ولو شيء لإلك، هذا شيء بيخصك إلك، تاريخ ممكن تسجله بعدين أنه أنا عملت هيك. فكان هذا التشجيع الدائم لطلابنا، وكانوا كثير هن مبسوطين من الحالة لأنه أول مرة بتصير يعني، هن ما كانت قبلت يتضوا على هذا الموضوع، كثير انبسطوا بالحالة الموجودة بمهرجان القلعة للسينما الطلابية. أكيد. بالختام بدنا كلمة توجهها لطلابك، شو بتحب تقول لهم؟ أنا دائما هي لطلابي بقول لهم أنتوا مهمين جدا بالحياة طبعا. انتوا لازم لقدام تكونوا كثير عم تشتغلوا صح، لازم نبني سوريا سوا كلياتنا ونرفع المستوى كثير عالي، وبضل نرفع المستوى لانه سوريا هي طاقه ابداع موجوده بالعالم، تاريخ حضارات قديم، ما فينا نقول يعني ما في حدا بالعالم ممكن ينكر شو هي سوريا شو اهميتها بناحيه الفن والابداع. نعم، يعني بظن انه كل الطلاب هلا الاكاديميين بحاجه للكلمه الحلوه والدعم حتى يعطوا اكثر. شكرا لجهودكم وشكرا، وهيك بالتوفيق كمان بالمهرجانات، وان شاء الله دائما يكون مستمر بهمتكم. شكرا كثير. شكرا شكرا كثير لوجودك معنا، ومن وجه تحيه لكل طلابك، بنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا كثير لكم.